ملتحق بنا في المشاهده او في الاستماع باش نحكيو في زوز مواضيع دونك مازلنا مواصلين معكم بعد شويه فيها باش نحكيو في موضوعنا الاول الحقيقه بالنسبه للاستغلال ومعاناة العاملة الفلاحية العاملات الفلاحيات اللي مازالوا خارجين القانون وخارجين منظومة الدولة ككل هذا يقولوه عديد المتابعين للشأن العام تكون حاضرة معنا ومرحبا نورتنا بحضورك مدام نيلة زغلامي منسقة مساعدة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الـ TFD نساء ديمقراطيات نورتنا بحضورك جيب حضرنا زادة صديقنا عبد الرحمن الهديلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نمشي ونشوفوا مع بعضنا التقرير ونبدأ نقاشنا تفضل فاجعة جديدة هزت مدينة المكنسي من ولاية سيدي بوزيد بسبب حادث اصطدام شاحنة نقل عمال فلاحة بسيارة خفيفة أصيب فيه 23 شخص تم الاحتفاظ بستة منهم في المستشفى وبالطبيعة المرأة الفلاحة هي الضحية الأولى كيف العادة اللي تخرج كل فجر لاستعمال وسائل نقل عشوائية وغير مجهزة للذهاب إلى العمل في أراضي فلاحية مقابل أجر زهيد ما يفوتش 10 دنانير من غير لا تغطية اجتماعية ولا صحية ولا حتى منحة تقاعد وحسب آخر الإحصائيات وقعت 107 ضحية في حوادث مماثلة بين 1 جانفي إلى 21 جوان 2016 وبعد كل حادث نحس فما بوادر تحرك لإنقاذ الوضع لكن ترجع الأمور للسكون في أقل من 24 ساعة من غير نتائج ملموسة وحتى حكومة ما نجحت في تقديم الإضافة للعاملات هذوما اللي يعيشوا معاناة كبيرة ومؤخرا تعقد مجلس وزاري لوضع الإجراءات الكفيلة لتحسين وضع العاملات اللي يعانيوا من التهميش في مجال الاندماج الاقتصادي وين تبلغ نسبة النساء المشتغلات 28.6% فقط وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالفتيات المتخرجات من التعليم العالي واللي عندهم شهادة علمية عليا وهو اجتماع كيف غيره كان موسمي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس ومن وقتها لليوم بخلاف التكريم لبعض الكادحات ما شفناش جديد في الموضوع فعلش هذا التأخير في التحرك وهل هذه المسألة معقدة لدرجة أنه كل الحكومات عجزت على تقديم الإضافة وتأمين حياة كريمة لنساء تونس الكادحات لا وزارة المرأة لا وزارة الداخلية لا غيرها من الوزارات أو الهياكل الحكومية لقوا حل للنساء السواني خلينا نقولوها كما يحكيوها الشعب التونسي فمن يتحمل مسؤولية هذه مدام نيلة أنتم كنتوا قدمتوا في TFD معناتها دراسة سنة 2014 وشفنا المخاطر ومعاناة المرأة الفلاحة أنتم هذه تقول في الوسط الريفي حتى في الوسط المدني زاد موجودين خلينا ناخذ عندك الكلمة تفضل تحية ذادي بيسا نشكرك على الاستضافة مرحبا نشكر سي منذر ونشكر القناة بصفة عامة واللي أتاحت فرصة لنا باش نتكلموا على النساء هذوما على خاطر عنا مدة طويلة وإحنا نتحدثوا عليهم ونتحدثوا على الوضعية اللي يعيشوا فيها نتحدثوا على تأنيث الفقر تأنيث الهشاشة تأنيث كل ما عنده علاقة بالنساء خاصة في الأزمات اللي يصير إنه النساء هي تدفع الثمن وهذا مش تحيز للنساء هذا واقع راهو نعيشوا فيه وهي الدراسة بينت معناها إحنا حابين معناها نستدلوا بكلامنا معناها بحاجات معناها باحصائيات احنا اللي نستقوها من الميدان عملنا دراسه في 7 ولايات معناها في الاوساط اللي فيها النساء تعملنا في الوسط الريفي في الفلاحه وهنسي هذوما في 7 هالولايات في 24 معتمديه مختلفه من جديده الزغوان الجندوبه خاطر في تونس معناها أريانا وبن عروس ومنوبة وفي بنزرت ونابل وجندوبة وسليانة وحبينا نبينوا هالهشاشة متاع الوضع اللي تعيش فيه النساء هذا أولا ثانيا نحب ساعة نعمل تحية صمود وإكبار للكادحات المناضلات اللي هما بالحق صامدات في الأرياف واللي هما يدافعوا على عائلاتهم هي المرأة ما تضطر تخرج معناها المرأة الفلاحة ولا العاملة في الفلاحة مش فلاحة خاطر فهم فرق بين تملك الأرض وتملك وسائل الانتاج وبين المرأة اللي تخدم بيديها وحتى وخاصة على مستوى التمييز حتى في الأجر خلينا نجول وضعية النقل وظروف النقل وخاطر مربوطة بارش هي سلسلة من معناها من المسائل مربوطة ببعضها المرأة هذه ساعة هالكادحة هذه توفر لنا في الأمن الغذائي ساعة للجمهورية الكل ويقاوموا في التصحر يعني غير محسوبين في البيدجي متاع الميزانيه لا متاع الدوله ولا متاع العائله في المقابل هالتمييز هذايا في الاجر النساء ياخذوا بين في اليوم اللي اليوم يتعدى معناها بين 8 و10 ويوصلوا 12 ساعة. ساعه عمل في معناها في في في, في الضيعه مقابل 7 دينارات معناتها مقابل 7 الى 9 دينارات ياخذ منهم النقل 2000
معناها زوز دينارات ويقعد لها وهي مجبرة إنها هذاك معناها تصرف به ولادها تقريهم به تصرف أحيانا ساعات معناها ولو أنه هي في قلب يعني ذهكة حتى من تجربة تنحي من جدها باكو الدخان بتاع رجالها اللي قاعد بطال ومتاع ولدها واللي ما يرضاش يخدم بنفس الأجر ما يرضاش يشتغل بنفس الظروف وبنفس الأجر هذايا وكي تنحي منه هذا ساعات احنا نحبوا هكا نتوجهوا لها بالسؤال ونقولوا لها انت معناها من الفلوس هذيا ما توفرش روحك معناها حتى جزء بسيط على الاقل تضحك علي ايفيكتيفمون تضحك عليا مش تضحك تضحك علي تضحك علي تضحك كيفاش انا معناها نفكر فيها بروحها كيفاش نفكر فيها انا بالترفيه كيفاش نفكر فيها انا واحد وهي اللي يفتقروا لابسط مقومات الحياه يفتقروا المسكن لائق يفتقروا الاجر عادل يفتقروا لتغطيه صحيه يفتقروا تغطيه اجتماعيه يفتقروا الى تقليل ساعات العمل هذوما اللي خدمتوا عليهم قداش عددهم اليوم في احنا ماخذين الفئه نتاعنا ما خدمناش كبير احنا خدينا 200 خاطر عينه عشوائيه تمثل هي وتجسد وتعكس وضعيه النساء فما دراسات اخرى تعملت في 2016 فوزاره المراه زاد عملت دراسه بعدنا كيف كيف زاد توثق نفس معناها نفس النتائج اللي توصلنا لها ونفس الوضعيه ما تغيرت منها حتى لا قبل 2010 ولا بعد 2010 في 2012 تصحح على بروتوكول معناها باش ينظم النقل هذايا نتاع النساء هذوما بعد خاطر معناها تالت الحوادث وتالت الوفيات حاجه اخرى احنا نتحدث عن نساء اللي ماتوا ينظم النقل خليني نفهم رجعنا نحكيو توا رجعنا نحكيو على نساء اليوم ولا خلينا نقولوا في نسمه ويكاند حالينا الموضوع لانه بعد حادثه نتاع المكنسي اللي وجدت اخرنا يوم الخميس هذه اللي جدت جدت يوم الخميس احنا رجعنا نحكيو على الموضوع وليناش نحكيو على نساء الفلاحه كان ما تصير كارت راني جايك بالضبط معاك نشوفوا مع سيمون امين انا عسلام ساعه نيل زميلتي في قسم علم الاجتماع قرينا مع بعضنا معناتها وعلى ذاك الاكسبوزي نتاعها شامل واضح كما يقول ديكارت الوضوح والتمييز لا تو دي على خاطر قريت معاك لا 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 لي سوسيولوج كلهم يهنيو لا هذه امين قول الحقيقه لانها بالحق شكر لك معناتها طرحت المساله من جوانبها الكل ووضعيه المراه وبالحق انا نحب نقول ما عادش نجم نقول على كلامك الكلام وعلى الكلام صعب كما قال التوحيدي انا باش نقول حاجات هذوك هم بالحق حراير تونس هكا سلوغان نهار كامل حراير تونس الحقيقيين هم الموجودين في الارياف الناس تعاني امين كلامك انا جو في اونشيني على كلامك بالحق المراه مشي تخدم في الراجل مش راجلها فقط تعطيه باكو دخان وولدها ولدها يبدا كوستو وهكا مفتون العضلات ويستنى في امه باش ياخذ 5000 يشري بها باكو سواقر ولا يعمل بها حتى حاجات اخرين اذا المراه تعاني انا نعطيك القطاع هذايا نعرفه شويه زاد لاني انا عشت فيه لاني اصلا من اصريفي ونعرف معاناه المراه ذي بالحق اللي هي امي واختي وبنت عمي وكل شيء هم يكون رم حتى منهم اللي يتفرجوا فيا دوروا يقولوا ان شاء الله يعرف يدافع علينا لكن هم في الواقع يدافعوا على ارواحهم معناتها ما يستحقوش حتى الحد اللي دافعين لانه من رحم المعاناه الناس هذيك تعيش ناس تقوم 6 نتاع الصباح تخدم في الدار امين وتخدم في الشارع وتجيب ساعة العمل معناتها ساعة العمل مش 12 ساعة ساعة العمل انا نقول 18 ساعة لانه ترقد تقريبا 6 7 ساعات ولا حتى اقل ترقدهم الوقت كل تعدهم يا خدمة في المزرعة يا خدمة في الثانية سي منذر هو التشخيص هذايا كله والله العظيم ماذا بيا انا نحب نقدموا شوية في النقاش نتاعنا لانه التشخيص نعرفوه ما نكذبوش على بعضنا هذه الانسان نشوفوا فيهم قدامنا يطلعوا قدام الامن يطلعوا في الكراهة معناتها الامن ولا باش نواجه بسؤال سي عبد الرحمن الهذيلي اليوم دولة حقوق المرأة ما هذه تونس تعتبر دولة حقوق المرأة اللي تنتهك بطريقة ولا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حقوق المرأة الفلاحة اللي تعتبر أكثر من نصف المجتمع لأنه كما قالت مدام نيلة تأمن لنا في أمن الغذائي معناتها في كل في احنا في حد ذاتنا نعيشوا من هكا الايديات الاحرار هذوكم الدوله وين اليوم صحيح انا في البدايه نحب نتمنى الشفاء العاجل للجريحات اللي نتيجه الحادث الاخير احنا سجلنا عام 2015 حوالي 85 جريحه و7 قتل سنه 2016 151 اللي جرحوا نتيجه الحوادث العظميه و6 قتل احنا الصباح كي نمشيو للمارشي ما نتسائلوش فانا ظروف تم انتاج وقت نمشيو نقضيو ناخذوا سواء الخضره سواء كذا كذا ولا مره نتسائلنا فانا ظروف تم انتاج البضائع المنتوجات هذه الفلاحيه فانا ظروف العاملات هذوما يخدموا عندهمش الادنى اليوم الحقوقي بالنسبه للعاملات وللاسف في كل القطاعات اليوم ولو قوس بايجاز ونرجع
هما اللي يتحملوا تبعات كل الأزمات كل القطاعات. مثلا اليوم نسمع اللي جاي في الثنية باش يصير نقاش حول الأجر، حول الزيادة الأخيرة بالنسبة لقطاع النسيج والأحذية. أنت كحكومة تسايب التوريد وتسايب القطاع الموازي وتسايب كذا، وفي نهاية المطاف نعرف قطاع النسيج اليوم عنده صعوبات، شكون باش يتحمل تبعاتها؟ باش يتحملها تبعاتها عاملات قطاع النسيج. نفس الشيء نعرف أن اليوم الفلاح عنده مشاكل في قطاع الفلاح. نعرف اليوم الكلفة بتاع هذا اللي مسألة حقوقية، يعني الناس قاعدة تموت في الكمينات، ناس كيما الزوايغ. فبالتالي ما نجبروش إلى قيام حملات المنتوج هذا قاعد يتصدر. استغلال الفاحش مدام نيلة ما فيهاش كلام، هذايا يرتقي معناتها ممكن إلى درجة العبودية في بعض الأحيان في بعض الحالات، وهذايا نشوفوه معناتها قدام عينينا. اليوم أين الدولة من هذا؟ الحاجة برك على الوسطاء كما نحب نعقب على المسألة هذه خطر ضرورية، كأن احنا فك التجارة المثلثة اللي عندها درا قداش من قرن تعديت، احنا هكاك صاحب الشاحنة هذايا هو اللي يخلص عليهم وهو اللي ينحي حق النقل ويتعدى قدام عون الأمن، وعون الأمن وكأنه ما شافوش. تعرف في يختار، خلينا نكون واضحين، في الدراسة الميدانية شو يعمل صاحب الشاحنة؟ شو يعمل؟ معناها مسألة مؤسفة راهي، يصب الماء في الكاميون الصباح الأربعة تاع الصباح والخمسة تاع الصباح باش ما يقعدوش، باش ما يقعدوش، يهز أكثر عباد واقفين، يهز أكثر عباد واقفين. تصور إلى تصور أي مدى معناها الكاميون يحطوا بالتالي الزيت والوسخ بالجراس وكذا باش يهز أكثر عباد. تصور أنت الخمسة تاع الصباح ودرجات البروده، البروده بتاع الطقس، وهما واقفين وحده ورا وحده، والدباكس ولا ليشيزين هو يجري بالحق في الطرقات. وهذا حتى انعكاساتها اليوم ما قامش دراسات معمقه شنو هي نوعيه الامراض اللي عندهم من سياده باش نجوه الامراض باش نجوه. هذا علاش انا بامين، علاش انت تقول لي راهو التشخيص هات الحلول. انا نعطيك عندنا هاي في التوصيات موجوده بعض الحلول، مش حلول سحريه. اما علاش نعطوا في التشخيص؟ خاطر جاء الوقت باش الدوله تحل عينيها وتشوف لهم، جاء الوقت باش عون الامن يوقف الكاميون هذاك، جاء الوقت زاد باش الدوله تتحمل مسؤوليتها. كي يوقفها سامحني نايله راهو كي يوقفها معناتها هذاك باش يروحوا للدار، معناتها هي ماهيش باش تهز الخبز لدارها، معناتها هي باش تقعد ما ينجمش يتجبر يتجبر انه يلقى طريقه نقل معناتها تليق بكرامته. يا مدام نايله صدقني والله العظيم انا شفت بعيني شيء هذايا، راهو ساعات فما نساء تتعارك باش تطلع في الكاميون في حد ذاتها ويخاف ويقول لك يا اخي اسمع. فما شكون حتى مشيت لها في تحقيق صحفي وحكيت معاها تقول لك يا وليدي اختاني منه، راهو كي نتحدث معاك راهو من بعد يقطع لي خبز. فعلا معناتها هما جبر هنا، ريت كيفاش هما مجبورين مجبورين الحاجه مجبورات على خاطر ما فماش دخل كريم ينجموا يعيشوا منه، ما فماش سكن لائق ينجموا يعيشوا فيه، ما فماش معناها اعانه من الدوله ولا حاجه من الدوله تقوم بواجبتها تجاه الاطفال نتاعها. تصور انت واحده عمرها 82 راهو انت اعمارهم مش في بالك، راهو مش معمارهم الكلهم في العشرين وفي 22. شوف اعلى 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 فئه بين 41 اعمارهم و60 وتوصل حتى 82 سنة يشتغلوا في معناها في العمل هذا. تصور أنت معناها امرأة من تلقاء نفسها باش تقوم تعمل العمل هذا. حاجة أخرى كيما كان يتحدث سي عبد الرحمن على الأمراض، وقت تشتغل في وسط البيوت المكيفة وتعمل هك الدواء وتخرج، فما شكون عندها حساسية، فما شكون عينيها تتنفخ، فما شكون ساعات نقولوا لها أنت تو تخدمي في 12 ساعة تحت الشمس ما تاخذيش حتى شوية على قلبه ماذا باش تحمي الشمس، تضحك عليك جسمه لأن هي أعطاها توفر. لا انا نضحك خاطر نعرفهم معناتها احنا شو عملنا كجمعيه، نعطيك انا كجمعيه ساعه خاطر زاد المجتمع المدني لازم زاد يقوم هو بدوره. زاد احنا كجمعيه مثلا حلينا مركز اسمه مركز اسماء الفني، مرصد اسماء الفني معناها للنساء للنساء ضحايا العنف الاقتصادي والاجتماعي، خاطر العنف احنا ديما نشتغلوا على العنف، وتوا معناها جاء الوقت باش نخصوا شويه معناها وخصصنا فعلا على العنف الاقتصادي والاجتماعي اللي تعانيه النساء هذوما. وفما الحلول راهو مش ما فماش، نعطيك احنا مثلا هالنساء اللي جونا هذوما ندخلوا بصفه وديه في وزاره الشؤون الاجتماعيه باش ندبروا لها كرني باش تداوي، باش ندبروا لها تغطيه معناها على الاقل صحيه باش تنجم تتعالج. ولكن هذا غير كافي. لا يلزم يكون
يكون مهيكل ومنظم، وهالعقود هذه لازم تكون واضحه، خاطر اكثر من 70% يشتغلوا من غير عقود ويشتغلوا موسميا. وتقول لك ما يسالش ريت هالظروف هذا الكل، والمراه هذيك لانها غير واعيه ولانها مجبره ولانها تعيش هشاشه وتعيش في تانيث الفقر تقول لك ما يسالش انا نشتغل. لكن زاد الدوله وين كرامه المواطن اللي تحدثنا عليها؟ وين الفصل 46 اللي يضمن كرامه المواطن سواء كان مراه ولا راجل؟ وين الفصول الدستور اللي يلزمها تضمن هالكرامه هذيك؟ انا باش نكملوا نحكيوا هذا الموضوع اللي نساء هذوما اللي ماهمش قاعدين يحتاجوا، باش نحكيوا زاد على الاحتجاجات بعد اهم عناوين الاخبار وفتره بلسي وانا راجعين. عن أزمة التعليم وأزمة القضاة، تنسى السواني مازالوا يعانوا في عديد الإشكاليات وعديد المشاكل، منها كما حكينا من بكري حتى حكينا على الترونسبور، حتى شيء ما وقت اللي نحكيه على التحرش الجنسي حاجة خطيرة برشا وحاجة تخوف برشا. خلينا ناخذ من عندك مدام نيلة أهم الأحصائيات اللي رصدتوها في الدراسة الميدانية حول التحرش الجنسي للنساء السواني. بالنسبه للنساء هذوما راهم مش يتعرضوا، معناه يتعرضوا للتعنيف اللفظي، يتعرضوا احيانا للتعنيف الجسدي، ويتعرضوا للتحرش من قبل المشغل، وساعات حتى من قبل الشخص اللي هو واقف على النسبه تقدر ب 18.2% يتعرضوا للتحرش الجنسي، 6% 16% ايضا يتعرضوا العنف لفظي، و18% يتعرضوا العنف جسدي. هذه معناها هذا اللي خاطر احيانا هذه اللي السطول انتوما فما المسكوت، فما المسكوت عنه اللي ما يحبش يقول، ولا فما اللي يتحرج، ولا فما اللي يحشم، اما راهو فما معناها مع ظروف العمل الغير لائقه واللي تحط بكرامه النساء هذوما واللي متعبه جدا وفيها امراض متنوعه ومتداخله، كذلك تعاني النساء من هالتحرش هذايا. واللي سامحني امين لو كان باش ناخذ شويه من وقتك، خاطر قاعدين نعملوا في حمله مناصره للقانون الايطالي هذايا العنف المسلط على النساء، وتو امام انظار مجلس النواب اللي ماذا بينا لو كان يتعدى على الاقل. وكما من بكري سي عبد الرحمن انا وياه حكينا على الفصل 17 اللي ينص فيه على انه ما عادش يلزم فما عنف في الاجر، يلزم فما مساواه في الاجر، رغم 2013 في 13 اوت وقتها تمت التسويه في الاجر بين النساء والرجال السميق في الفلاحه وفي الصناعه، الا انه عمليا معناها وتطبيقيا غير موجود. النساء اذا ياخذوا ياخذوا 9000، والراجل اذا يشتغل 15 دينار، وما يقبلوش انهم يشتغلوا في ظروف كما تشتغل فيها النساء هذيا، وتحت الشمس وتحت البرد، معناها في ظروف قاسيه جدا. والنسب مرتفعه، راهي النسب المرتفعه سواء في الامراض هذيا. قدامي انا جدول امين، جدول فيه انواع الامراض اللي تعرضوا له. باش نرجعوا لانواع الامراض، ما نحب نجي معاك سي منذر بالضيافي. هذه الدوله اليوم، مش يقولوا يا دوله فيق ولا يا دوله راي انسان، تعرف الشيء هذا، تعرف وعندها التشخيص الكامل، عندها حتى دراسات ادق من الشيء اللي نحكيه فيه، ولكن ما العمل؟ شنو لازمنا نعملوا الانسان هذوما باش نحاولوا نحفظوا لهم الادنى من العيش الكريم؟ في الواقع امين نحب نقول انه راهو المشاكل هذه راهي متراكمه، انما اللي حصل انه بعد 14 جانفي الاعلام ولا يحكي على الظواهر هذه، ظواهر قديمه ومعروفه، والوضع داخل المزارع وداخل السواني كما نقولوا احنا بلاجتنا وضع تعيس وبائس، ويعرفوه والاحصائيات موجوده، ولي زونجي والمجتمع المدني يخدموا على الوحده دي من قبل الثوره. معناتها معروفه، حبيت نقول لك العيوب نتاع تونس، ثم برشا ناس يقولون الثوره ظهرت لنا عيوبنا، لا ماشي الثوره ظهرت لنا عيوبنا، لانه هامش الحريه وخاصة في الإعلام في وسائل الإعلام هو اللي فضح وستر أكل كان متخبي أكل هم. حاشاكم سامحني بالكلمة قبيلة سي الذي اللي يستعملها هو بالحق، هذيك هي الكلمة الحقيقية سي لو كونسيبت، معناتها اللي عنده الدلالة ومشحون بالرمزية وبالكثافة نتاعو. إذا اللي حصل الآن أنه هاك تشوفوا نحن تهز ساق حشاك تغرق الأخرى، المشاكل البلاد كلها سوفر من المشاكل والمعطيات. الإعلام الآن ودور المجتمع المدني هذا مسألة مهمة، لأنه اليقظة اليوم اللي أصبحت ثم فيجيلونس وثم يقظة وثم حيوية للمجتمع المدني وللإعلام أيضا في هتك المسطورة ذي الفضايح ذي. هذا أنت أمين ممكن كان ما جتش ثورة 14 جانفي راك ما عملتش البلاتو هذي على الناس أظن. مستحيل. لا لا نحب نحكي اي ما يصيرش معناها. دونك لو ميساج نتاعنا بالعكس، الثورة هي لها مزاياها في كشف
وهاتك المستور وفي معناتها التعريف في الواقع البائس كل... أما الدولة هي. أما نجاوبك في كلمة واحدة على الدولة. الدولة صديقي سميلي وانت سيد العارفين، الدولة تعيش من ضعف الدولة، تم مؤسسة الدولة تم مش حتى مش ضعف، تم حتى استضعافها وهو الخطير، تم استضعاف الدولة لأن الدولة كما ما عاش عندها السلطة كما يقول ابن خلدون الخشونة في تطبيق السلطة على نساء ذوما مشيك ما لا لا نحكيك على مفهوم المراقبة، فاهمين في مفهوم الدولة في حديثنا اللي هو على الدولة، لا نحكي على الدولة، دور الدولة في المراقبة وفي التعهد الاجتماعي هذا ما عاش موجود ما لانه هذه وظائف هي غايبه الدوله، لا 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 ما وظائف الدوله علاش قبل كانت غايبه وتوزت غابت اكثر لانه الدوله ضعفت، معناتها مؤسسه الدوله ومؤسسه الرقابيه للدوله ومؤسسه التعهد الاجتماعي والمراقبه هذه ضعفت لانه مؤسسه الدوله تعيش ضعف وتعيش ترهل، زيد على ذلك اللي احنا زاد كمواطنين زيد ساهمنا في اضعاف هذه المؤسسه وبل بالعكس في استضعافها وفي خلي الناس الكل تتجرأ على الدولة. خلصت مع تعليق مع عند سي عبد الرحمن، سمح لي خليت فعلا معك، هل تتفق معاه أنا في تشخيص ولا في كلامه؟ في التشخيص صحيح لأنه المسألة من قبل لكن زاد أوضاعها مسوء بعد 14 جافي، زاد سائت بعد 14 جافي. أنا أعتقد فما أربع نقاط أساسية. مسألة ضرورة اليوم الحكومة والدولة مع المنظمات اللي لها علاقة مباشرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل مع اتحاد الفلاحين، ضروري أنه مسألة أولا مسألة التغطية الاجتماعية والصحية بالنسبة للعاملات في القطاع هذا. المسألة الثانية مسألة توحيد الأجور لأنه نعرف فما تفاوت بين الأجور بين الرجل والمرأة وكذلك بين الجهات، يعني تتفاجئ يقول لك الأجور تاع المرأة في جندوبة مش الأجور في نابل، هنالك تفاوت ما كما يخص 7 دينارات وكما 9 دينارات يعني، وكذلك التفاوت بين الرجل والمرأة. المسألة الثالثة كذلك مسألة اليوم ضروري العلاقة الشغلية، يعني الناس الضمائية ما عندهم حتى شيء، لا عقود لا عندهم حتى شيء توضيح العلاقة الشغلية بين العاملات وبين المؤجر. والمسألة الرابعة وضرورية والهامة والمستعجلة هي مسألة النقل، يعني أعتقد أنه أربع نقاط ضرورة انكباب عليهم اليوم بين مختلف الأطراف. نجم نلقى حل، خلينا توا نعرفين الوضعية صعيبة كما قال سي منذر من بكري، ما نكذبوش على رواحنا، بلادنا اليوم معناتها في حالة هشة اجتماعيا، عارفين الوضعية الاجتماعية، ما يرندرا نجم نلقاو حل كمجتمع مدني؟ هل عنده الحل مثلا؟ هل قدم تصور لحل حالة الوضع؟ موجود. شنو الحل؟ امين هذه التوصيات اللي خرجنا به راهي مش كي نعملوا دراسه ونخرجوا بتوصيات، راهو مش عبثره، راهو من اجل ان الدوله تتحمل مسؤوليه. مثلا اعطيني خلينا ناخذ من عندك مدام نيلة، شنو الحل اللي لازمنا نلقاوه ولا الحل اللي بيحل حالة هذا الوضع؟ هو موجود، ارساء عمل مشترك مع مؤسسات الدوله يكون مؤهلا لمسانده النساء ضحايا التمييز والظلم الاجتماعي والاقتصادي، تثمين عمل النساء في الفلاحة بإبرازه سواء في الإحصائيات الوطنية أو في مدى مساهمتهن في مراكمة الثروات الوطنية، بعث مرصد لعدم التمييز المهني في الانتداب وفي الأجور، الإعلام والتشهير بالممارسات غير القانونية واللي قاعدين تو في جزء منه قاعدين تقوموا بها يعطيكم الصحة ومشكورين، بعث آليات رقابة من أجل ضمان احترام قانون الشغل والاتفاقيات الدولية، ضرورة إرساء تشريعات أكثر صرامة وتوفر دورات تفقد متواترة، يجب أن يتم إلى أهمية خاصة لمراقبة النقل من أجل حماية النساء من الحوادث، أي. تجريم الممارسات التمييزية والتحرش الجنسي. مدام نيلة باش ما يكونوش راهو ما تنجمش المنتوج نتاعك يكون غدوة عنده قدرة تنافسية إذا ما عندكش حد أدنى من الاحترام للقوانين واحترام للناس الظلمية ولل ما تنجمش. لا أي قطاع يكذب عليك اللي يقول لك غدوة، راهو إذا بالشكل هذا نجم غدوة منتوجنا وغدوة نجم ندخل أسواق أخرى وقدرة على القدرة التنافسية. عندنا عديد اليوم المؤسسات ما تجي تشري من عندك ولا ما تجي تقبل من عندك خاصة في قطاع النسيج وخاصة الشركات الكبرى، تجي تشوف ظروف العمل اللي عندك في المؤسسة شنية، تدفع الضمان الاجتماعي ولا عندهم حقوق، عندهم ساعات العمل المحددة ولا يعني، ويحبوهم في لافتات واضحة داخل المؤسسات الحقوق هذه الأساسية. إذا ما عندكش هذا راهو ما عندكش قدرة تنافسية، راهو مسألة الحقوق تدخل في إطار القدرة التنافسية. أما اليوم أخطائي أني وسياساتي أني والشيء اللي صاير قاعد في البلاد نحملوا تبعاته كل الفئات هذه، راهو هذا ماهوش ممكن يتواصل. نجمو نخدموا أمين سامحني سي عبد الرحمن. إي راهو حتى تو الكل تفلاح. نجمو هاو نكونوا عمليين ما تحب على العملية. هذا اللي حبوا عليه. نخدموا على ثلاثة أشياء. الحاجة الأولى ساعة نعملوا لهم تغطية صحية. هم أخي مش مواطنين وهم عندهم حقوق وعندهم يقوموا بواجباتهم، شبيهم في الأداءات في الأداءات يدفعوا في الأداءات. سامحني 40% عندهم دفتر معالجة عائلي معناها للزوج، 15% ما عندهم حتى تغطية، 20% عندهم الكارنيه الأبيض، و10% عندهم المنحة تاع العائلات الموصل، هذا الوضع تاعهم.
باهي كمل معايا كمل معاك استعداء الموضوع. انا ماذا بيا لو كان يتعمم هالعلاج هذا ساعه على النساء باهي واللي ما عندهاش زوج تو مع زوجها كارني في مع زوجها واللي ما عندهاش زوج. لا 15% ما نحكي لك ما عندهاش الحق تتمتعب بالتغطيه الصحيه في دوله هي تدفع في الاداءات نتاعها. هذه النقطه الاولى هذه ضروريه وملح. مساله النقل نجموا نوفروا نقل مثال حتى في الارياف راهو فما نقل نجم تكون ميني بيس فيها كرامه تحفظ كرامه البشر وممكن هذه ولا تعرف أنا علاش انت تعرف مليح انت بنت الكاف وتعرف لانه كيف ميني بيوس حقيقه بين لوام كارون معناتها لوام كبيره تزرع على بعضها ميني بيوس لا ولا تراكتور نعرف أي. نعرف بالبالي لا من المفروض من المفروض كي جات الدنيا الدنيا ذيك اما من المفروض والحاجه الاهم امين الساعه قبل ما نمشيو باش نمشيو لجزء الدوله هات نوحدوا الاجور كما قال عبد الرحمن كيفاش انت راجل تاخذ 15 دينار وانا على خاطري امراه شنو التمييز هذا الجندري معقول هذا في القرن 21 وبالدستور هذا وبهالحكومه اللي طارحه على روحها حاجات من نوع هذا الحكومه هذا انا مشغل يا اخي نخدم الراجل هذا واش دخلها الدوله لهنا يقول القايد باش نقول لك خلينا نشوفوا معاك توا خلينا نكونوا واضحين بالله زاد الدوله مش عطيك على الدوله حنا نمشي لك انا للقطاع خي وين يخدمهم في السوان في الفلاح الوضعية في الحياة سامحوني النقل أي. النقل كيما النقل الريفي خويا تشرط عليه لي سيزي ولا دي ماكس اللي يهزهم عنده جنبات وعنده بنك وما يهزش اكثر من الناس عنده عدد معين عنده عدد على الاقل تصبر الحد الادنى على الاقل اليوم واقفين ما عندهمش حتى جنبات راه فيهم كل كان حاول يخالف قانون الواحد المرور راهو يخالف قانون المرور على الدوله امين نرجع لك على الدوله ويختم معاك هاو على الدوله على الدولة فما حاجتين الساعة فما الدولة يلزمها تتحمل مسؤوليتها إذا كان المشغل يعطيه 7 دنانير و8 يلزم الدولة تعوض لها الفارقة على خاطر زاده هو المشغل احنا نحبوه ينتج ما نحبوش كيما يسكر المعمل يسكر الضيعة لا بالعكس نحبوه ينتج من أجل أمننا الغذائي ومن أجل زاده كنساء باش يستمروا في العمل الدولة تعطي الفارق ايش بيه 7 دنانير باش تعيش عائله هي باش تعيش 12 ساعه دون عطل دون الاجر دون المقرر دون الاجر المقرر للواحد وخاصه نحكيو هذا مربوطه بمنظومه الدعم زاد اللي ناس تتمتع بالدعم اللي ما عندهاش الحق تتمتع ولاباس عليها موجوده وغيرها من المشاكل الاخرى انا حكينا على قطاع يتالم ولا يحتج فما عديد القطاعات الوعي الاخرى الوعي والاميه خاطر احنا ما عندناش ما تتسعش المساحه متسع الوقت مره اخرى الاميه هو قلبها معبي مدام نايله تو قلبها معبي اسمع لا والله يا قدامك ولد كلاسيك اسمعني ولا ولد الفاكر بتاعك بجنبك معناتها كلكم كلكم اصدقائي وكلنا مواطنين احنا هذا يمسنا الكل مدام نايله هذا يمسنا الكل وكنا نحكيهم بكري هذا قطاع الحقيقه اللي قطاع يتالم ولا يحتاج فما عديد القطاعات الأخرى زاد اليوم اللي قاعدة تحتج في مختلف أنحاء الجمهورية شوفوا تقرير ونرجعوا للنقاش